نظراتها ليك فيها حاجة، حاجة غريبة شوية. شفت كانت بتبصلك ازاي أول ما جت؟ تحس إنها مركزة معاك زيادة. مش للدرجة دي يعني يا نوسة، يمكن بس عشان ما كانتش تعرف حد غيري، لكن بعد ما قعدت معاك وتعرفت عليك وخلاص خدتوا على بعض، وانتوا كمان خدتوا عليها بسرعة، ولا أنا شايف غلط؟ لا معاك حق، هي البنت جميلة وجدتها كمان ست طيبة قوي، بس أنا حاسة إنها ممكن تكون بتحبك. إيه اللي بتقوليه ده يا ناس؟ لا طبعا، وبعدين هيحصل إمتى ده يعني وفين؟ وليه أصلا يحصل؟ دماغك راحت لبعيد قوي. يا ناس مليحة عاشت تجربة حياة قاسية جدا، واللي شافته وعاشته هي وأهلها يخليها شخصية غير كده خالص. الواحدة فتحت عينها وسط الضرب وانتهاكات جيش الاحتلال لأهلها وشعبها، اتعودت على الفقد من وهي صغيرة. دي في إيدي ناس اللي بتحبهم واحد ورا التاني. حتى لما راحت ليبيا مع أهلها بعد الانتفاضة التانية فضل الهم وراهم وراهم.